السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنعدلو الشمع. نوع الشمع اللي غنستخدمه هو شمع البارافين، هو اللي متوفر عندنا في المغرب والثمن ديالو في متناول الجميع. هاد الشميعات هادو كيعملوا درهم الوحدة. أنا جبت اليوم جوج باش نوريكم الطريقة ديال التلوين كبداية، وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة نوري لكم الطريقة ديال تعطير الشموع وكيفاش نعدلو ديك الستيكرز اللي كنلصقوا عليهم. الا بغينا ناخذو يعني كمشروع نحسنوا منه الدخل ديالنا بالنسبه للناس اللي بغاو يعملوا مشاريع ديالهم في البيت. انا كنقطع هاد الشميعه بهذا الشكل باش تجيني سهله منين بغينا ناخذ ديك الفتيله ديالها باش نعاود نستخدمها في الشميعات ديالي اللي غادي نلون. غنقطعها وغادي نعملها في حمام بخار، اولا ممكن تعملوها فوق النار، انا كنفضل نعملوها في حمام بخار باش الشمع ديالنا ما كيتحرقش. في هذه المرحله الصراحه ما عرفتش علاش انا هيداك مدتنا مع ديك الشمع باش نزولو، مع انه كان بامكاني من غنعملو غادي يذوب غادي نزول ديك الفتيله هيداك، ولكن هادشي اللي عطى الله. صبروا معايا غادي نذوب الشميعات ديالي ونرجع معاكم. واخيرا ساليت من تقطيع هذا الشمع، ما عرفتش عقلي شنو وقع فيه باش نقرطهم هيداك على زوج ونديهم ندوبهم ونرجع، بقيت معذبه معاه وخذا لي الوقت. المهم ماشي مشكل، المره الجايه ان شاء الله. دابا بعد ما ذوبت الشمع انا غادي ناخذ ديك الفتيلات ديالي غنحاول نخليهم هيدا طوالين مسرحين باش ينشفوا ويكرموا يعني، وهما على ديك الشكل الطويل باش مين نكون كنعملهم وسط الكيسان ديالي يكونوا ساهلين في الاستعمال. والكيسان اللي غادي نستعملوا البنات ضروري تشوفوا شي دجاج يكون شويه غليظ نوعا ما باش يستحمل لينا ديك الحراره ديال الشمع. انا جبت واحد الكيسان صغار المره فحال اللي كيعملوا فيهم القهوه، ديت كرتونه فيها 6 ب 10 دراهم، الثمن ديالهم رخيص، ودوك الشميعات جوج دراهم. يعني هاد المشروع ماشي مكلف البنات ورخيص بزاف. والتلوين غادي نستخدم الشمع الالوان ديال الشمع اللي كيلونوا بهم العيال في المدرسه عادي. انا حاولت نجيب لكم ابسط المكونات بالنسبه للناس اللي ما عندهمش راس المال كبير باش يقدروا يبداو هذا المشروع ديالهم بتكلفه يقدر ما تفوتش 20-30 درهم الا كنتوا غادي تعطروا هذا الشموع. الشموع كنستخدموا فيهم الوان مايكا، التلوين ديالهم كيجي رائع. ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نلون لكم الشمع بالوان مايكا وغادي نشوفوا الفرق. ودابا البنات غادي نحاول نخوي ديك السائل ديالي ديال الشمع اللي ذوبت في الكيسان اللي غادي نعمل فيهم ديك الفتيلات ديالي. ضروري ما يكونش الشمع سخون بزاف، تكون درجه الحراره ديالو معتدله باش ما يوقعش عندنا واحد التقعر في الشميعات ديالنا مين ينشفوا، مين ديك الشمع ديالنا يعني صافي ما يبقاش سائل.
وانا تعمدت نخويه بدرجه الحراره عاليه باش تشوفوا شنو كيوقع من بعد ما كينشف ديك الشمع، ونوريكم اذا وقع معكم هيداك كيفاش تصلحوه. ودابا غادي نجيب ديك الفتيله ديالي، غادي نقيسها في الكاس باش نشوف الطول اللي خصني نعمل، واللي بقى غادي نلويه على ديك القلم او الستيلو ديالي باش كنوقف به ديك الفتيله. كنحاول نجيبها في النص، تكون في الوسط ديال الكاس، من بعد كنخوي عليها الشميعات. الطريقه سهله وبسيطه، اي واحد يقدر يعملها. صافي البنات، كنتاكد باللي عملت ديك الفتيله ديالي في الوسط ديال الشمعه، باش ملي كانت تحترق الشمع كيتحرق كامل، ماشي كتحرق الفتيله ويبقى لي الشمع في وسط الكاس. انتم كتشوفوا الطريقه اللي قلت لكم ان ملي كنعملوا الشميعات ديالنا وكيكون باقي درجه الحراره ديال الشمع سخونه بزاف، كيكون واحد التقعر في الشمع، ديك المنظر اللي ما كيكونش مزيان، وصراحه حتى واحد ما يبغيش منكم الشمع بديك المنظر هذاك. انا دابا غنوري لكم الطريقه كيفاش كنصلحوا ديك الشمع باش كنعالجوا هذا المشكل هذا لا قدر الله وقع معنا. كناخذ البنات هذا المسدس الحراري، هو نورمالمون كيكون عندنا مسدس حراري ولكن انا ما متوفرش عندي هنا، انا عندي هذا الشاليمو هذا حتى هو استخدمته عادي. الهدف عندي انا او الاساسي عندي هو نسخن ديك الشمع باش يذوب يرجع سائل واللي عندي متساوي في السطح ديال الشميعات ديالي. الا ما كانت متوفر عندكم ممكن تستعملوا شماعه تشعلوها وتحاولوا تذوبوا بها ديك السطح ديال الشميعه ديالكم باش كيولي السائل كامل، يعني المنظر ديالو متساوي، ما كيبقاش مطع فيه الشمع اولا وحده طالعه وحده هوده، اولا كتبقى لكم ديك الحفيره هيداك وسط الشميعات ديالكم. وكيف قلت لكم كتجيبوا ديك الشميعه ديالكم كتسخنوا بها السطح ديال الشمعه اللي عدلتو اولا اللي لونتو، حتى كيرجع عندكم السطح ديال الشمعه سائل باش كنتاكدوا باللي غتولي عندنا متساويه من الفوق، ما يبقاش عندنا ديك التقعر، كنكونوا عالجنا ديك المشكل. ومن بعد كنخليوها حتى كتشتاف اولا كتبرد ديك الشمع عادي، كيرجع المنظر ديالو مزيون، ما كيبقاش فيه لا تقاعد ولا حتى شي حاجه، كيكون السطح ديالو متساوي. انا البنات كندق
دقاق في التفاصيل للتفاصيل ديال الشميعات ديالي، ما كنبغيتش تبقى حتى شي فتيوته ماشي هي هذيك. كندوب كل شيء باش كيولي عندي الفوق ديال الشميعات ديالي المنظر ديالو ما فيه شي عيب هيدا او لا شي حاجه اللي غادي تبين بلي ديك الشمع سبق وتستخدم. من بعد صافي من كيبردوا الشميعات ديالي كنقطعهم بالمقص، انا المقص اللي عندي ماشي حتى لتما، كنحاول نقطعو ونجيبو يكون يعني في الطاوله ديال الكاس، ما يكونش طويل بزاف وما يكونش قصير بزاف. صافي البنات، بعد ما قطعت الشميعات ديالي كيوليو جاهزين للاستعمال. انا دابا غادي نشعلهم ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم طريقه تعطير الشموع، وغادي نلونوهم بالوان المايكا. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناه وتخليو لي لايك ديالكم، واذا عندكم شي استفسار كتبوه لي في التعاليق. اسال الله التوفيق للجميع، والى فيديو قادم ان شاء الله.